مرحبا، أنا مستحرة كيلاني من روضة حدائق السوسن. برحب بزملائنا، خلينا نقول من قناة نورمينا، وشكرا لهم كثير اللي أتاحوا لنا هاي الفرصة خلينا نقول كأعضاء بالعملية التربوية. بالنسبة إلي أنا ما دخلت جديدة أبدا على هذا العمل. أنا صاحبة هذه الروضة، روضة حدائق السوسن. خبرتي كتير طويلة، كتير بمجالات كتير بتخص الطفولة، وكل سنة عن سنة كانت خبراتي عم تزداد وبتضيف لي إشي اللي أسعد فيه الأطفال. ما أسعدهم بس بالحرف اللي رح يتعلموه، بل أسعدهم بمجالات تانية اللي ممكن تقويهم لقدام وتعمل منهم عن جد أطفال مميزين ولقدام عن جد بنا للمجتمع. روضتنا حدائق السوسن هي من الروضات اللي خلينا نقول من زمان مؤسسة، من ممكن 9 سنوات على ما أظن. بس إحنا أنا وزميلاتي دخلنا على هذه الروضة إجداد، ممكن إلنا هلأ تقريبا رح يصير لنا سنة. أضفنا على الروضة إشي جديد، ممكن هذا يضفي كتير أمل إنه ممكن يكون في أطفال هلأ رح ينشأوا بهذا الجيل مميزين. أدخلنا النظام المهني ونظام الأنشطة على الروضة بطريقة مميزة. الطفل عندنا مزبوط، هو جاي يتعلم بالكتاب، واللي كلنا هون خلينا نقول كتربويين بنلاحظ إنه الأهالي بيركزوا دائما إنه يكون الكتاب هو رفيق الطفل. من ساعة ما يفوت على الروضة طفل 4 سنوات والطفل 5 سنوات هو بس رفيقه الكتاب. أنا بحاول أنا وزميلاتي إنه نثبت للأهل بتجاربنا وبتطبيقنا إنه الطفل ممكن يتعلم بالإضافة للكتاب بطرق لا منهجية كتيرة. طفلنا هون في الروضة بيدخل المطبخ، بيعد وجباته بنفسه، بيطفي على المقصف عنا روحك الحب، اشتياق الطفل للوجبة اللي رح ياكلها كمان شوي اللي هو عملها بإيده. بالنسبة إلنا هون الطفل بخيط مثلا، عندنا معلمات مهيئات إنهم هم يمسكوا الإبرة مع الطفل، يعلموه كيف هو بيقدر يصنع توب بنفسه، بيقدر يصنع أي إشي هو بحبه. كمثال مثلا تطبيق الحروف أحيانا تحتاج لإشي مهني حتى الطفل يطبقه. فقبل فترة بتذكر إنه مسة اللغة العربية عنا اقترحت علي ليش يا مس ما يعمل كل طفل كيس هو بإيده يخيطه، وهدفي من هذا الإشي إنه أنا أخلي الطفل يقوي عضلات أصابعه، يركز، يتعود على النمط. فأنا قلت لها ما في مانع وطبقوه. هذا كان كتير إشي بالنسبة للأطفال، كتير إشي ممتع إنهم هم راحوا عبيوتهم عملوا إشي من تصميمهم. غير هيك أطفالنا عندهم أدوات المونتيسوري اللي بتعلمهم، بتقوي الذاكرة عندهم، بتحقق لهم التركيز. كتير أهالي لما بيجوا عندنا بقولك طفلي ما بيركز، بحكي معه بيركزش على اللي أنا عم بعمله. إحنا من هون بدينا من الروضة، من طفل عمره 4 سنوات و5 سنوات نعطيه تمارين مع معلمة مختصة مؤهلة ماخذة دورة المونتيسوري. هذه المعلمة بتجينا مرة بالأسبوع، بتعطي الأطفال تمارين بتساعدهم على التركيز، وباقي الأيام إحنا بنحاول إنه نطبق اللي بيتعلمه الطفل على مناهجنا هون في الروضة.